كيف تعمل تنزيلات تلقائية في أقل من 30 ثانية؟ تروح للإعدادات، بعدها النظام، وبعدها التنزيلات التلقائية، وقوم فعل الخيارات. لسه باقي لك 17 ثانية، نزل اللعبة اللي تبغاها من بلاي ستيشن ستور. من أجل اللاعبين. إذا تبغوا تعرفوا معلومات تقنية أو تعليمية أكثر عن البلاي ستيشن 4، شاهد الفيديوهات الأخرى.